يا اخي سعود وينه؟ تكلم احت، ترى مشاري بيلحقه ابراهيم ويصير دمه برقبك. تكلم وينه؟ محبوس. اجل اسمع، نبي نهربه وتبي تعاونا نغصب عليك. شوي 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 فيصل، وش بك؟ رجلي رجلي. ما يخالف ما يخالف، تحمل شوي، ما بك الا وقفت وياه. شوي، بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل، انا كنت بطلق على سعود، انت اللي لفيت ايدي وخليت الطلقه تجيب فيصل. انا مالي دخل، هذا سلاح، سلاحك أنت. بسم الله بسم الله. جاك شيء؟ لا، شكله طفت الرصاصة. شوف سعود، شوف سعود هو اللي يحتاج مساعدة. كان مصوب على سعود هو، يوم جت الرصاصة بك أنا ما أدري وش اللي جاب راسه. هذا ما براسه إلا كل شر. الله يكفينا شره، الله يكفينا شره. يلا يلا، خلوا أوديكم للمستشفى. يلا يلا يا ابن الحلال، أنا لا تودونا، أنا أخاف يبلشونكم بالسين والجيم. ودوني لنص الطريق بس وأنا بكمل. يلا يلا، هل تشوفه هل تشوفه نربطه ذي ولا شوف الحل معه؟ أيوة، يلا يلا، توكل على الله توكل على الله. بسم الله.